مزيد من المتابعة حول تفاصيل الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية. ينضم إلينا مباشرة من مقر الجامعات العربية مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، يعني ضعنا في جدول أعمال هذه الدورة للبرلمان العربي. نعم محمد، يعني أحييك من داخل جامعة الدول العربية والتي استضافت اليوم المؤتمر السادس للبرلمانات العربية، والذي عقد تحت شعار رؤية برلمانية نحو الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي. يمكن هذه القضية هي واحدة من أهم القضايا التي يعني تستوجب يعني إحداث العديد وإجراء العديد من المناقشات والجلسات لوضع أطر قانونية لهذه التقنية الجديدة. رئيس البرلمان العربي عادل العصومي أكد في كلماته أنه تم التوافق بين جميع رؤساء البرلمانات العربية إلى العديد من النقاط الهامة. هذه النقاط يمكن نذكر منها أولا ضرورة وضع إطار تشريعي منظم ومحكم وآمن لطريقة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يراعي أخلاقيات وخصوصيات المجتمعات العربية. النقطة الثانية هو أيضا وضع خطط واستراتيجيات لطريقة استخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. ثالثا وأخيرا هو التأكيد على اعتماد وثيقة عربية مشتركة. هذه الوثيقة سوف ترفع يعني في منتصف الشهر القادم إلى القمة العربية التي سوف تعقد في مملكة البحرين لاعتمادها بشكل رسمي. نحن أمام يعني قضية مهمة جدا، وهي قضية الذكاء الاصطناعي، لها العديد من الإيجابيات، وجاء هذا المؤتمر ليتلافى العديد من هذه السلبيات التي قد يحدثها الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن يعني العديد من القطاعات التي يمكن الاستفادة بها من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والاقتصاد والصناعة والطب، والدخول أيضا في مجالات الأحوال الشخصية وغيرها من المجالات التي يمكن أن يطبق هذه التقنية الحديثة داخل قطاعات الدولة. يمكن أيضا على مدار أيام قليلة كانت هناك يعني مؤتمر كبير لوزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحدث هذا المؤتمر عن كيفية الاستخدام الآمن والمحكم للذكاء الاصطناعي، وكيف إذا تم استخدام هذه التقنيات بطريقة صحيحة وسليمة أنها سوف توفر العديد من الإجراءات والخطوات التي تضمن بها حماية حقوق المواطنين. أيضا الجلسة العامة اليوم تطرقت طبعا بالتأكيد إلى القضية الفلسطينية التي لا زالت هي المحور الرئيسي داخل أروقة جامعة الدول العربية، وكما يعني كما أشرت وكما ذكرت هناك طبعا يعني إدانة كبيرة للمجتمع الدولي إذا هذا الصمت الرهيب تجاه القضية الفلسطينية، ودعا أيضا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التحرك بشكل سريع لوقف إطلاق النار، ويعني هناك لابد أن يكون هناك هدنة لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين بقطاع غزة. طيب، يمكن هذا هو المشهد وهذا هو يعني التي كان اليوم على أجندة البرلمان العربي. محمد، يعني محمد، نعم، كيف لك أن ترصد لنا الجهود المصرية والمساعي المصرية لإيجاد تهدئة في قطاع غزة، وتعامل أو موقف البرلمان العربي إزاء هذه الجهود؟ طبعا بالتأكيد يعني الدولة المصرية منذ بداية الأزمة لم تدخر جهدا في طبعا التوصل يعني إلى هدنة للقطاع قطاع غزة في الشأن الفلسطيني. أيضا البرلمان العربي أشاد بالخطوات المصرية الكبيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الأجهزة داخل الدولة المصرية لوقف هذا العدوان. نتذكر منها أولا يعني لابد أن يكون هناك خطة لوقف هذا العدوان، ثم إدخال المساعدات الغذائية التي تقف على معبر رفح منذ شهور عدة. هناك العديد من المساعدات الغذائية والدوائية والطبية التي تقف انتظارا لدخولها لقطاع غزة للمدنيين العزل في فلسطين. أيضا مصر طرحت العديد من الرؤى وطرحت العديد من المبادرات لوقف هذا العدوان. ايضا كان هناك العديد من المشاورات والجلسات العامه بين يعني الرؤساء الدول العربيه والقمه التي كانت في القاهره، ثم نتحدث على قمه اخرى سوف تعقد في البحرين. كل هذه يعني الاجراءات وكل هذه الخطوات والمساعي الحكوميه المصريه نالت اشاده كبيره
من داخل البرلمان العربي أو حتى من جماعة الدول العربية والعديد من الدول العربية والمنظمات العربية والإشادة الدولية بالجهود المصرية الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة يتم بموجبها إعادة تشكيل مرة أخرى القضية الفلسطينية. ومصر يعني أكدت مرارا وتكرارا أنه يعني أنها ضد تصفية القضية الفلسطينية وضد نزوح المدنيين من قطاع غزة إلى دول عربية أخرى. أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصرية محمد الخطيب، كنت معنا مباشرة من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.